مستعد تنطلق معي بعالم تطوير المواقع من دون ما تكتب ولا أي سطر كود وتكسب مصاري أونلاين؟ أنا بدعيك لتنضم لألنا برحلة مثيرة. بدنا نكشف عن موقع ثوري بده يغير مبدأ إنشاء المواقع الإلكترونية. سواء كنت مبرمج خبير وبدك توفر وقت، أو حتى كنت مبتدئ وما عندك أي خبرة بالبرمجة، فموقع اليوم رح يغير قواعد اللعبة. من بعد فيديو اليوم رح تودع الأكواد المعقدة وتستقبل التصميم البديهي للمواقع من خلال شغل كتير بسيط. تابعوني بالفيديو حتى نكتشف إمكانيات الغير محدودة لموقع اليوم وكيف فينا نستفيد منه حتى نكسب مصاري أونلاين. ما تفوتوا هذه الفرصة حتى ترتقوا بمهاراتكم لمستوى أعلى. خلينا نضغط على زر الاشتراك لكل يلي بعد ما اشترك بالقناة ونبدأ بمغامرة تصميم المواقع من دون أي أكواد معقدة. موقع اليوم يلي بدنا نحكي عنه اسمه focus.com، يلي بيقدم لنا أدوات مجانية قادرة تساعدنا أنه نعمل موقع إلكتروني كامل من دون ما يكون عنا أي خبرة. حتى نبدأ ببناء موقع لقلنا منضيف بريدنا الإلكتروني ومنضغط على Get Your AI Website. بس تفتح لنا شاشة جديدة، منحدد خصائص الموقع يلي بدنا إياه. أول شيء نوعه، إذا كان للتجارة أو بس عمل مقالات وتقديم خدمات وفي غيرها كتير من الأنواع. لما تختاروا النوع بيطلب منكم الموقع انه تحددوا النوع الاكثر تفصيلي لموقعكم، وبناء على اختياراتكم للنوع التفصيلي بيطلب منكم الموقع تحددوا الخدمات يلي بتقدموها، ومن بعدها بيسألكم شو بدكم تعملوا بالموقع، اذا رح تبيعوا منتجات او تقدموا خدمات او غيرها، ومن بعدها لازم تحددوا له اذا عندكم عنوان للبزنس او بس هو اونلاين، وكمان بدكم تحددوا اسم البزنس، وبيطلب منكم تحددوا 3 اشياء للبزنس يلي الموقع بيتميز فيها، واخر شيء بيطلب منكم تحددوا باي طريقه بدكم الزبونات يتواصلوا معكم. مثل ما انا شايفين بناء على الاجوبه اللي اعطيته اياها للموقع هوكوز، اعطاني 3 تصاميم لموقع انا قادر اختار اي تصميم بدي اياه وابني عليه. لما اختار التصميم فيني غير له الوانه حسب يلي متوفر، وكمان بحدد الفونت يلي بده ينكتب فيه بالموقع، في كتير خيارات كمان بختار منها، وبالاخر بضغط على Create My Website وبنطر لاحصل على النتيجه النهائيه للموقع. هيدا يلي شايفينه قدامكم هو الموقع يلي صنع لي اياه موقع هوكوز بدقائق قليله وحسب طلبي انا. ما بيخلص الشغل الموقع هون، انما انتم كمان قادرين تغيروا بالمحتوى الموجود من صور وكتيبه، كما انه فيكم تضيفوا خانات جديده وتعدلوا اي شيء موجود بالموقع على ذوقكم. الهدف انه اعرفكم على هيدا الموقع هو لسببين. اول سبب، اذا عندكم بزنس وبدكم تعملوا له ويب سايت او حتى بدكم تبلشوا بزنس، فهيدا الموقع رح يساعدكم كثير. ثاني شيء، اذا مهتمين بانه تطلعوا مصاري اونلاين فهيدا الموقع هو كنز لكم. من خلال موقع جوجل مابس فيكم تروحوا تبحثوا على بزنس باي منطقه انتم مهتمين تلاقوا فيها عملاء وتبلشوا تدوروا على البزنس يلي ما عنده موقع الكتروني. بهيدا المثال انا اخذت محل عطورات بالرياض، اذا بنشوف ما عنده موقع وحتى البزنس بروفايل تبعه على خرائط جوجل مش احترافي، هون عندي اكثر من احتمال اني اكسب من هيدا العميل المحتمل. اول شيء بعمل موقع الكتروني على hokus.com لمحل عطورات، ولما خلصوا بتواصل مع العميل وبفرجيه مثال على الموقع يلي انا قادر بيعه اياه. بهيدي الطريقه بخليه يرغب اكثر بالموقع بعد ما يكون شافه لايف قدامه. تاني شيء بقدم له خدمه اني حسن له ملفه على خرائط جوجل حتى يقدر يجيب عملاء اكثر، اذا وافق بيرجو 100 دولار عليها، وبروح على موقع فايفر خلي واحد من المختصين بهيدا المجال يعمل لي اياها ب 25 دولار مثلا هيدا، وتقييمه كتير عالي، فقادر يقدم لي الخدمه ب 25 وبيعها ب 100 دولار بشكل كتير سهل. بالنسبه للموقع الالكتروني بيجي الرابط تبعه بهيدا الشكل، اذا بده العميل يبقى شكله هيك فيكم دغري تقدموا له اياه وتقبضوا حقه، اما اذا بده رابط باسم خاص فيه فهو بيشتري او بيعطيكم انتم تفاصيله وانتم بتروحوا بتشتروا هيدا الدومين. بس بهيدي الحالة لازم تشتركوا بالموقع يلي بكلف سنويا 150 دولار، كمان فيكم تحسبوها من ضمن سعر الموقع. نصيحتي لكم انه يكون السعر بحدود 650 دولار، وبهيدي الحالة بيكون ربحكم من كل موقع 500 دولار. هذا كان شرح موقع اليوم يلي انا بعتبره صراحة ثورة بعالم تصميم المواقع ورح يغير كل قواعد اللعبة. سيروا واستفيدوا من هيدا الموقع حتى يكون بوابة لكم لعالم الربح من الانترنت. بختام هيدا الفيديو بتمنى اكون اعطيتكم اضافة جديدة لمعلوماتكم حتى تكسبوا اونلاين، وتذكير سريع بالاشتراك بالقناة لكل يلي بعد ما اشترك، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، وانا بشوفكم بالفيديو الجاي.